بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. لدينا آيتين تشكل على حافظ القرآن بماذا تنتهي هذه الآية. آية سورة الأعراف: ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. بينما في سورة المؤمنون: ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. إذن سورة الأعراف تسبق سورة المؤمنون في ترتيب المصحف. كانوا بآياتنا يظلمون، ثم عقابهم جهنم. إذن الذين ظلموا أولا ثم دخلوا جهنم ثانيا، فتصبح مفهومة ومضبوطة بإذن الله سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كان معكم محدثكم أدمن صفحة التبيان في ضبط متشابهات القرآن.